طيب سيادة اللواء، أنا هرجع لحضرتك مرة تانية، بس خلينا نستقبل اتصال من سيادة اللواء علي هلال والد الشهيد المقدم رامي هلال. سيادة اللواء مساء الخير وأهلا مساء الخير بحضرتك يا معانا يا فندم. فندم. سيادة اللواء، يعني كل كلمات التعازي لن توفي البطل الشهيد سيادة المقدم رامي هلال حقه، ولكن تعازينا لحضرتك وتعازينا طبعا للأسرة الكريمة وتعازينا لمصر كلها. يعني خليني أسمع من حضرتك يعني كيف تابعت هذا الحادث. أنا طبعا مقدرة جدا الظروف النفسية تمام، المؤلمة اللي حضرتك بتمر بيها. اتفضل يا فندم. أنا بس تسمحك، أنا يعني في البداية كده بس أقول كلمتين صغيرين. اتفضل يا فندم. أنا بقول لكل الناس، لكل المصريين، ألف شكر، ألف شكر، ألف شكر على الوسط الموجودة في أماكن شبرا لأكثر من 60 يافطة، وفي الأماكن في مدينة نصر والتجمع الخامس لأكثر من 60، ويفط كبيرة بترسلوني بيها بتعزوني في الشيء. شكرا يا مصر. أنا مش عاوز أقول لك، ده أقل حاجة يا سيادة اللواء، ده أقل هو حاجة. تاكسي محترم أخته جاية بيها، يقوم عارف يتكلم في التليفون، عارف هذا الرجل اللي بيشقى طول النهار رفض ياخد الفلوس. هذا الناس، الشعب الجميل، شعبك يا سيادة الرئيس جميل، وإن شاء الله يتحد، وإن شاء الله تبقى الأفكار تتغير عن كل الأفكار اللي إحنا موجودين فيها. وبقول لهم حافظوا على بلدكم، حافظوا على ناسكم، حافظوا على البيوت اللي ممكن تكلل بعد ذلك زي ما إحنا كللنا وقبلنا. وأنا يعني لا يعني اقول كده عشان اقول كلام ازايد على ابني، ابن الشهيد البطل اللي دخل بستره وسبق افراد كلها، وهو قائد المأمورية، عشان هو يبقى نمرة واحد في الاستشهاد. طبعا وانا عارف انه هيعمل كده، وعندي من اولاد الاخوات الضباط وكلهم هيعملوا كده، لان احنا عيلة كده، عيلة هلال كده. وأنا لي أخ لواء، ولي أخ تاني لواء بليز، ولي وأنا كلواء، كلنا عندنا ظباط، كلهم فدائيين لمصر وبحب مصر. يعني ابني كان بيحب مصر أوي أوي أوي، وما تتخيلي لا طبعا، كان لا أنا بيحزن متخيلة يا فندم، لا أنا متخيلة، لما حضرتك لأنه تشوفي حد استشهد. ما حدث في الحدث المؤلم ده أكيد يوضح أن هذا البطل كان يعشق الدولة المصرية، ده أكيد أكيد يا ده فندم. مش أكيد، ربنا اللي عارف، طبعا ربنا وحده اللي عارف، واللي طبعا أصلا ناسه اللي في مصر كلها أهله اللي تحت رئاسة الرئيس السيسي كلهم. أنت لو شفت حضرتك العزاء 20,000 ماشيين ورا ابني في جنازة عسكرية مهيبة. النهاردة العزاء الليلي يوصل العزاء الليلي الى نفس الرقم بناس مش قادرين، القاعه اتملت كلها، والناس كانوا متقبلين جدا في الشرطه. وانا بالمناسبه بذكر والله ان مندوبه ده كبير جوران اللي جه، واي حد جه ده اكبر يعني مندوب لرئيس يجي كبير جوران يعزينا ويقول تعالى يا سياده الرئيس. ويجي النهارده مش هقول لك سيادة الفريق محمد زكي الرائع الرائع اللي قال لي كلمة، ابنك تربية جيش وبليس، يعني تربية كبيرة، ابنك محترم، بشكره، بشكر كل رجال المقاومة المسلحة اللي وراه، بشكر الشرطة 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 على رأسهم سيادة الوزير اللي واقف جنبي. واحنا في جنازة ابني بشكر كل مساعدين الوزير، وبشكر كل ضباط الأمن الوطني وضباط الشرطة، وبشكر دفعته 2001. 2001 دي دفعة شهيرة جدا، سمينا دفعة الشهداء، الأولاد اللي بيروحوا
المستشفيات ويلموا من نفسهم. قلت لهم انا معاكم بدل رامي عشان يحطوا ب100,000 جنيه جهاز مش عارف ايه. مشهورين ابطال، ابني من ابطال الدفعه، الدفعه المحترمه اللي انا اللي حضنوني، عاوزين يشيلونا على الارض. فعزا ابني يعني كل كلمات سادة الوزراء اللي جم، سادة الوزراء اللي جم طبعا، سيد قائد قوات الدفاع الجوي تشريف وضباط، مش هقول لك كميتهم، مش هقول لك كميتهم. من موطي عليا 4 ضباط يقول صغيرين، احنا جايين لرامي يا باشا، ما كلفناش ان احنا نيجي، احنا لبسنا عشان نجيله. ما يكلمني واحد جاي لسه من امريكا يقول لي انا يا انكل ربنا كرمني وجيت، انا كنت مع رامي في الحضانه. تعزينا لحضرتك انا الحمد لله، وتعزينا لمصر كلها. انا مقدره أنا بس طبعا. هقول لك كلمه يعني عشان الساده الوزراء والساده المحافظين وكل اللي جه واعضاء مجلس الشعب والكابتن الخطيب ومجلس اداره النادي الاهلي والناس، قلوب قلوب جامده. هشكر مين ولا مين؟ انا بشكر، انتوا عارفين انت اللي جيتوا، انتوا اللي فوق الراس كلكم، وانا بحبكم وبحب بلدي، وابني كان بيحب بلدي طبعا طبعا. طيب الموجود معايا في العائله من شباب العائله اللي اصل العائله المحدده، عائله اللي هو علي الادعي علي، انا عندي توسع في العائله لكن بتكلم على العائله المحدده اللي هو اخواتي ولاد اخواتي اللي بيصل فيهم 7 ضباط وفيهم 2 يعني واحد في رفح كان شخصي وواحد في التاني، واحد منهم اللي مسك السايح وجابه يعني ماسك مباحث الوادي الجديد. يعني انا عندنا الناس، احنا في ذاك يا مصر، مش بقى مش من انا بقول كده عشان حد، شكرا لاي حد تفهم حاجه كده. سيادة اللواء احنا موجود تمام، احنا موجود معانا يا فندم. سيادة اللواء محمد الشهاوي موجود معانا في الاستوديو وحابب ان هو يكلم حضرتك. اهو معاك يا فندم. سيادة اللواء علي، تعازينا وتعازي الشعب المصري كله وكل اللي جم يعزوا سيادتك، ده عدد قليل جدا، المفروض مصر كلها بتعزي سيادتك، وخاصة ان اللواء علي هلال والد الشهيد رامي هلال هو بطل من ابطال الدفاع الجوي، وايضا عم الشهيد هو اللواء أركان حرب دكتور محمد هلال من مدير الحرب الكيميائية الأسبق، وله وعيلة هلال لها بصمات كبيرة في العسكرية المصرية. ابنك شهيد بطل، وعندما يموت شهيد بيولد مليون شهيد، ولهذا بلاقي أن عاوز أدي رسالة للشعب كله ويعرف أن المقدم كان هو من أوائل الشهداء والذين قاموا بتتبع هذا الإرهابي واستشهد علشان يفدي بدمه وبروحه شعب مصر وناس أبرياء في المنطقة. هو من أوائل من قاموا بتقييد حركة هذا الإرهابي. ده بيقول أن الضابط المصري بيكون قبل الجند المصري وقبل ضابط الصف وقبل أمناء الشرطة كلهم مع بعضهم من خلال سيمفونية للقضاء على الإرهاب. فهو مصر كلها بتعزي سيادتك، وإن شاء الله في الجنة وهو سبقنا، ومصر كلها مشروع شهيد لهذا الوطن العظيم.